صباح الخير على كل مشاهدينا اللي انضموا لنا من جديد ومستنيين يعرفوا حالة الجو النهاردة. حالة الجو النهاردة انهاء لحالة الجدل اللي موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي، مفيش مطر يا جماعة ومفيش نوبات المطر الشديدة اللي كل الناس عمالة تتكلم عليها. هيئة الأرصاد الجوية بتتوقع ان الطقس النهاردة يكون معتدل على القاهرة وعلى الوجه البحري، وكمان هيكون في رياح معتدلة بتنشط احيانا وبتكون مثيرة للرمال والأتربة على الوجه البحري. كمان الطقس هيكون معتدل على السواحل الشمالية ومائل للحرارة على شمال وعلى جنوب الصعيد، مع وجود رياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة هتساهم في اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس. أما بقى لو رحنا شمال الصعيد فهنلاقي الطقس معتدل، وجنوب الصعيد الطقس هيكون حار والرياح معتدلة، يعني مفيش أي أمطار موجودة النهاردة. تعالوا مع بعض نشوف بيان مبدئي بدرجات الحرارة نتعرف عليها لبعض المحافظات. نبتدي زي ما احنا متعودين من القاهرة اللي العظمى فيها 28 والصغرى 19، الإسكندرية العظمى فيها 26 والصغرى 20، مطروح العظمى 24 والصغرى 18، بورسعيد 27-23، دمياط 26-24، الإسماعيلية 29-20، السويس العظمى 29 والصغرى 22، العريش 29-20. خلينا نروح لطابة اللي العظمى فيها 31 والصغرى 20، كاترين 27 والصغرى 15، شرم الشيخ 34-24، ويمكن شرم الشيخ من أعلى درجات الحرارة اللي موجودة معانا النهاردة، مش هنلاقي أي درجة حرارة تعدي 35 أبدا. الغردقة 31-25، الفيوم 29-19، وبني سويف العظمى 28 والصغرى 18، المنيا عندنا 28-16، وأسيوط 29 والصغرى 17. نروح لسوهاج 30-18، قنا 31-20، الأقصر 32-20، أسوان 34-23، الوادي الجديد 31-18، وحلايب 31-28. وبكده نكون اتأكدنا ان درجات الحرارة النهاردة هتكون ممتازة، وان احنا نعرف نتحرك بهدوء ومن غير ما يبقى عندنا قلق من الطرق اللي موجودة او الطرق المفتوحة.